بعيدا عن الخطه طريقه اللعب، وبعيدا عن الاسماء او التشكيل اللي هتنفذ الخطه دي جوه الملعب، من وجهه نظرك ايه هي المفاتيح او ايه هي مواطن القوه اللي على الاهلي انه يستغلها في مباراه او في جوله واحده هتحسم لقب دوري ابطال افريقيا؟ ايه هي الحاجة النصايح اللي حابب تقولها للعيبه؟ ايه الحاجات اللي شايف انه الاهلي لازم يشتغل عليها الفتره اللي جايه عشان يتمكن من تحقيق البطوله؟ النمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثة، جمهورك يعني في امس الحاجه لهذه البطوله. انسى نفسك وانسى اسرتك وانسى كل حاجه وركز، لانك انت فعلا انت الجدير بالبطوله ديت. انت كل مره بتوصل للنهائي وبنطلع يا اما بصفاره غلط، يا اما تقصير مدير فني كارديرون، كنا كسبانين ثلاثه. أيوة. والى جانب طبعا كان في هناك جماهير كانت عملت يعني مشاكل، لكن التركيز روح الفانيلا الحمراء اللي احنا شعرنا بيها في الماتشات. انت بتلعب 10 مع بيراميدز وانت 10 وانت بتهاجم، وانت الروح دي اعتقد انها رجعت. وسواء ماتش واحد او ماتشين، الماتش الواحد عليا وعليه. حته ان التوفيق او عدم التوفيق، التوفيق دايما ربنا بيبعته للمجتهد واللي بيذاكر كويس واللي بيحضر كويس واللي بيحترم الناس واللي بيتواضع. طول ما انت بتتواضع ربنا هيديك المكسب. فعمر التوفيق ما هيضيع منك طول ما انت بتاخد بالاسباب، انك انت بتتقي الله، ميبقاش في انانيه، بتلعب الكره الجماعيه، الكره الجميله، بتنسى نفسك في وسط ترس اسمه عائله النادي الاهلي. عائله النادي الاهلي دي ما فيش زي ما حسين الشحات امبارح بيقولوا له انت جايب هدف رقصت مش عارف ايه، قال لهم لا، المهم الفرقه، الفرقه تكسب، مش مهم انا اجيب جول. عجبني قوي قوي. الحاجه الثانيه مؤمن زكريا. البطوله دي بنهديها لجمهور النادي الاهلي طبعا، وعلى راسهم مؤمن زكريا. خد بالك الصحه اللي ربنا مديها لك، شوف مؤمن بيعاني منها ازاي. خد بالك ان جمهورك بيعشقك، من فضلك هات له البطوله ديت باذن الله بتوفيق ربنا، ثم بجهدكم وتركيزكم وروحكم القتاليه، كل واحد يلعب الكره الجماعيه اللي احنا كلنا بنثني عليها، الاداره في ظهركم، جمهور في ظهركم، وقبل الاداره وقبل الجمهور وقبل كل حاجه ربنا ان شاء الله بيوفقكم باذن الله تعالى.